كنقول هذا الوزير تاع التشغيل يشغل الشباب، راه خارج على الشباب، والشباب ديالنا بغى يمشي لاوروبا، واوروبا الله ينعل عليها الطاسيله من جهتي انايا، كامله اوروبا، ما كاين ما احسن من حد السوالم في المغرب، شتي ربي الجديد احسن من الميريكان عندي انايا، وقبل ما يكون وزير التشغيل راه كان مواطن، وخلوا الشباب يبقى في المغرب، والمغرب ديالنا ما كاينش ما احسن منه في العالم. اقل عصراخ انا عندي احسن من الميريكان انايا. حد سوالم الغلمي اللي فيه غادي ناكل فيه الغلمي ما غناكلوش في نيويورك ولا في واشنطن ولا في سويسرا ولا في المانيا ولا في هولندا، ما نلقاش الغلمي ديال المغرب كاع انا، واخا نمشي فين نمشي الحرشه ما نلقاش.